عشان كده لما صالح نزل، صالح كمان هو اللي خد المكان اللي جنب وليد سليمان، وفضل عبد الله السعيد ناحيه الشمال حتى وهو اجاييه راح كراس حربه. طيب هل اتت ثمارها التكه الفنيه دي؟ انا من وجهه نظري لا، ولا عبد الله قدر يقفل مع علي معلول على المكان ده، والمكان ده تم اختراقه كتير كذا مرة. وفي نفس الوقت انا فقدت عبد الله السعيد في حتة التصويب اللي حضراتكم اتفقتوا عليها، او في حتة ان انا العب ثرو باص سواء لأجاييه او ل